كان إلى 9 من اللاعبين الكوريين بمحاولة كوري. جول أول في المباراة، هدف مباغت للفريق الكوري. مولينا يتقدم وفي هفوة دفاعية، ولم يكن لا خالد البلطان ولا الأنصار ولا المشجعين ولا المتتبعين أن تكون البداية بهذا الشكل. مولينا يخطف الكرة بمتابعة فوساتي، ولكن في هفوة أتصور أنها حدثت أمامنا بمتابعة تافاريز. الكرة في مرمى وليد عبد الله. لاحظ 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 معي لاحظ معي الكرة سقطت أمام أوربي مولينا، ومولينا إذن يتقدم وبالقدم اليسرى الكرة تسكن الزاوية وتضرب في القائم الأيمن، وبالتالي يأتي الهدف الأول في المباراة. كرة صعبة جدا، التسديدة قوية، وبالتالي يأتي مولينا ويسجل الهدف الأول في وضعية تفرض على فريق نادي الشباب السعودي. هو مع الهلال مع النصر بكرة تحولت إلى الأمام لمصلحة الشباب. تنحط تنحط بالجول، جول منطقي للغاية، جول شبابي منطقي للغاية بعد 4 محاولات متواصلة. يصل الآن الشباب إلى مرمى سيونغنام، وبالتالي تفرز والفرحة الكبيرة. والآن عمر الغادي يظهر، وتظهر أيضا العجل الطير والاغتر الطير والفرحة الكبيرة هنا في استاد الملك فهد. ردة الفعل ممتازة، نعم هدف مباغت للفريق الكوري ولكن لم يؤثر على لاعبي الشباب. لاحظ مرة أخرى، لاحظ مرة انطلاقات متواصلة، هي المحاولة حلوة 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 حطت بهذا الشكل الجميل. خرج حارس المرمى، المرمى فاضي، وصلت وعبرت وعانقت الشباك، وبالتالي يأتي الأوروغوياني إخوان أولوفيرا ويسجل هدف التعادل لمصلحة الشباب. الشباب في الطريق الصحيح، الشباب بعد الهدف المباغت سار في الطريق. مو بالضرورة أن مثلا بكرة خطيرة، لاحظ معي خطيرة جدا خطيرة، تنحط في الجول تنحط في الجول. جول ثاني لسيونغنام، جول ثاني لسيونغنام. المدافعين مدافعي فريق الشباب يعطون يعني أول لمولينا، وثانيا الآن اللي أيضا الفريق الكوري الجنوبي الذي يسجل للمرة الثانية. يعني هو سجل الهدف الأول وهو الآن يسجل الهدف الثاني. ولاحظ لاحظ 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 معي الكرات متبادلة، كرات جميلة الحقيقة للفريق الكوري، ولاحظ العدد اللي هاجم فيه الفريق الكوري، وكرة وصلت بهذا الشكل. جي إيشيول يتقدم إذن وينفرد في مرمى وليد عبد الله، ووليد عبد الله إذن يتلقى الهدف الثاني. والفريق الكوري الجنوبي بصراحة يعني عند دقيقة 26-27 كأن قادم إلى هنا، وكأن الحسم في هذه المباراة وليس في المباراة. المهاجم ناصر الشمراني يسيطر على الكرة، ناصر الشمراني يقود هجوم لمصلحة الشباب، يتخلص من لاعب ويسدد الكرة في الجول. جول ثاني للشباب، جول ثاني للشباب. حلوة يا الشمراني، حلوة يا الشمراني، يستفيد ويستغل الإمكانيات العالية اللي يتمتع فيها، وبالتالي يتقدم يتخلص من لاعب ومن الثاني، وسدد لكرة قوية وفي وقت مناسب جدا. يشعل مدرجات ملعب استاد الملك فهد بالهدف الثاني، وبالتالي أصبحت النتيجة هدفين. هو هذا المطلوب، هو الوضع الطبيعي، الخسارة بهدفين مقابل هدف. لكن لاحظ معاي لاحظ معاي تابع معاي التسديدة القوية بالقدم الشباب. والآن لاعب المحور أحمد عطيف، هو أحمد عطيف عنده 22 هدف لفريق الشباب. لكن لاحظ كرة خطيرة في الجول، في الجول. سيونغنام مرة أخرى يتقدم،
هو الفريق الذي كان تقدم بهدف وبعد ذلك بهدفين مقابل هدف والآن بثلاثة أهداف مقابل هدفين الفريق الكوري الجنوبي. إذن يسجل الهدف الثالث. أكيد سعادة كبيرة للمدرب شين تاي يونغ. لاحظ مرة أخرى الكرة الرأسية ولاحظ معاناة الشباب الحقيقة. غياب كفاريس، الزملاء يتحدثون عن ابتعاد ماجد العامري عن حساسية المباراة والأهداف تقريبا. إلى أحمد عطيف، نعم إلى أحمد عطيف، يتقدم أحمد عطيف ويتراجع الفريق الكوري، تحولت إلى الأمام لمصلحة الشباب. انلعبت ممكن في الجهة اليمنى، تصل في الجهة اليمنى لمصلحة الشباب. جول 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 جول، الشباب يسجل الثالث، الشباب يسجل الثالث. إخوان أوليفيرا يسجل الهدف الثالث لمصلحة الشباب. حاول الشباب، ضغط الشباب، وصل الشباب، ثلاث محاولات. المحاولة الثالثة والثالثة كانت ثابتة في مرمى جون سان، وبالتالي يأتي إخوان أوليفيرا ويسجل الهدف الثالث، هدف التعادل. شوف الفريق الكوري يسجل وبعد ذلك يتعادل الهلال، يسجل الثاني ويتعادل، عفوا الشباب، بكرة الهلال لاحقين إن شاء الله. انطلاقة اللاعب البديل فيصل السلطان، ينقل الكرة إلى الأمام إلى عبد الحميد، انفراد، ممكن جول، ممكن جول، جول للشباب. الشباب يسجل الهدف الرابع، الشباب والهدف الرابع. أخيرا تأتي ابتسامة خالد البلطان وابتسامة كفاريز وابتسامة الجماهير التي ظلت تعازر وتشجع وتناصر الفريق الشبابي حتى اللحظات الأخيرة من المباراة. يتمكن الشباب من تسجيل الهدف الرابع. لاحظ 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 معاي، هو فيصل السلطان ناوي على شيء الليلة، ناوي على شيء الليلة. عمل ذلك المحاولة الأولى ما لبست، المحاولة الثانية تلبس، والآن فيصل السلطان، فيصل السلطان ومع الشباب، والشباب يسجل الهدف الرابع في هذه المباراة، وبالتالي فيصل السلطان البديل هو الحقيقة.